الفترة الأخيرة ظهرت أخبار عن رجوع مروان بابلو للساحة بعد اعتزاله فبراير 2020، وقت أنا شايف إنه كان في عز تألقه. عمل كليب من أحسن الكليبات في الراب سين المصري، وعمل حفلتين في يوم واحد، تحس انه بيست كده. هتحاول ايه؟ ومن فترة قريبة رجع تراكاته وفيديوهاته على يوتيوب، وغير صورة بروفايله على فيسبوك بعد انتظار كبير من جماهيره، وبعض الفانز فكرت انه هيرجع لهم ليلة راس السنة ويغني لهم تراك سندباد. سنة كبيرة وانت لسه في مخي ثابتة زي الموناليزا. فرحبوا بيه وانتشر هاشتاج ويلكم باك ومروان بابلو على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر، واللي اكد انه رجع ان بعض مشاهير الراب هم كمان رحبوا بيه زي باتيستوتا وهشام رابتور. يلا بينا نبدا شام. واللي اكد على ده الفنان احمد كامل كان طالع لايف وقال ان بابلو راجع وبيصور فيديو كليب. وبابلو كمان اللي انا عرفته في حد قابلته يعني وقال هما بيصوروا له فيديو كليب. واخيرا وليس اخرا نشرت صحيفه اليوم السابع مقال بتتسال فيه هل يعود مروان بابلو لغناء راب اسلامي. طبعا فانت لو بتسال بابلو راجع ولا لا، اعتقد دي الحاجه الوحيده اللي كفيله تخليه ما يفكرش في الراب تاني. بس لا استنى، اعتقد ان بابلو جعان دلوقتي. ما سمعتش